طبعا في البداية بنبارك الأخ مصطفى اليوسف وأبنائه بافتتاح مخبز عبود في بلدة يعبد، المخبز طبعا الثاني لهم، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. معنا الأستاذ المحامي طبعا منصور، أكيد حاب يوجه شكر لكل اللي شاركوه بالفرحة وبالافتتاح. تفضل أستاذ منصور. أهلا وسهلا، بداية أهلا وسهلا في الجميع حضروا الافتتاح المخبز الثاني، الفرع الثاني في مخبز عبود، حيث أن الفرع الأول في جنين وهون الفرع الثاني في يعبد، وهذا إن شاء الله راح يكون خطوة ثانية من نجاحات مخبز عبود، سيما وجود المطاعم في جنين. هون عندنا الفرع الثاني يخص بالخبز والكعك والمعجنات، وهذا المخبز ليس فقط هو ليعبد، لجميع القرى المجاورة، لأهل الفيل، لجميع القرى المجاورة. نشكر جميع الحضور اللي حضروا في افتتاح المخبز، نشكر جميع، نشكر رئيس بلدية يعبد، نشكر جميع الحضور اللي حضروا للافتتاح. اهلا وسهلا بالجميع. طبعا اكيد نشكر كمان اهل قريه كفيرت اللي شاركوكم واجوا على يعبد. طبعا اهلنا بالبدايه والاخر. وكمان تعرفوا انه مخابز عبود في كمان مطعم عبود اللي موجود عندنا بشارع حيفا، بامكانكم تزوروا مطعم كثير حلو وبقدم اكلات شهيه، وكل الشكر للي ساهموا في نجاح الافتتاح لمخابز عبود. شكرا استاذ.